اهلا بحضراتكم، وبنقابلكم كل يوم كالمعتاد على مدى ساعتين على شاشه نيل الاخبار في برنامج هذا الصباح، وعندنا موضوعات مختلفه ومتنوعه. النهارده لسه بنغطي طبعا فعاليات معرض القاهره للكتاب، والنهارده معانا كتاب من المعروضين في هذا المعرض، حكايات واسرار، كتاب متميز في المعرض، مع ضيفتنا في الاستوديو اللي هتكلمنا اكتر عن حكايات وأسرار الإذاعة المصرية، أستاذة سهى سعيد، سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. عندنا موضوع آخر عن مدارس المتفوقين، إلى أي مدى هي بتدعم المواهب وتخرج كوادر مؤهلة لسوق العمل، ده بالإضافة إلى موضوعات مختلفة ومتنوعة بنغطيها مع حضراتكم، وبنغطي كمان أبرز مستجدات الأحداث وتطوراتها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فاصل ونبتدي معاكم جولتنا في أهم الأخبار وتقارير المراسلين هذا الصباح. أهلا بكم مرة تانية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني، حرص في مستهلها الرئيس السيسي على تهنئة الرئيس القمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. ومن جانبه ثمن الرئيس القمري اللفتة الكريمة مشددا على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذلك العلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد وزير الخارجية سامح شكري الدور المهم الذي تطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة استمرار المانحين الدوليين بما في ذلك نيوزيلندا لتقديم الدعم اللازم للوكالة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، وتناول الاتصال الأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه يوميا أمام حركة دخول مختلف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة، كما يواصل مطار العريش الدولي استقبال العديد من طائرات المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. وأفاد مراسل النيل للأخبار بأن طائرة إماراتية أقلت 49 مصابا و69 شخصا من ذوي المصابين الفلسطينيين من مطار العريش لتلقي العلاج في دولة الإمارات، وقد أشاد الفلسطينيون بالدعم الذي لمسوه من مصر خلال فترة استقبالهم. أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعا من كل قلبي، وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورسعيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها. وبشكر كمان أستاذة منى برهومة مديرة محافظة شمال سيناء على استقبالنا في منطقة عماير السبيل، وبشكر حتى المعاملة الهلال الأحمر المصري على معاملته معانا والطواقم الطبية العاملة في الهلال الأحمر. ابني لقيته تحت الردم وربنا شفاني إياه، كنت في أوروبي إلي 3 شهور من أول الأحداث، بعدين أخذت ابني جانا اسمنا في مصر والحمد لله أهل العريش رحبوا فينا ويعني وعملوا لابني كل حاجة، وابني شاف على يدهم وضربنا الحمد لله. وبعدين هاينا الطاقم الإماراتي بده ياخذ ابني ويشافي لي اياه، وانا من كل قلبي من كل قلبي كل احترام لاهل مصر واهل الامارات وشعب فلسطين، ان شاء الله ارجع لبلدي واشوف اولادي. بالطبع الحالات الانسانيه في قطاع غزه مفجعه للغايه، ولدينا العديد من المواطنين المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء هذه الحرب التي خلفت عددا من الشهداء والمصابين، والمساعدات الإنسانية ضعيفة جدا، وقطاع غزة يحتاج العديد من المساعدات الإنسانية. دولة الإمارات المتحدة قدمت العديد من المساعدات الإنسانية للأطفال المصابين في الحرب والمصابين بالسرطان في أعمار مختلفة، ونحن نعمل في أشهر قليلة لمساعدة 435 مريض بالعلاج في دولة الإمارات،
وهذه المبادرة تأتي في إطار التعاون مع مصر من خلال السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري. أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سيكون له عواقب كارثية على غزة. وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالة الأمم المتحدة إن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. أكدت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في قطاع غزة سيجريد كاغ أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. جاء ذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أبدى خلالها المجلس قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة، داعيا جميع الأطراف للعمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. كارثة إنسانية متسارعة في قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية، ورغم ذلك علقت العديد من الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فطبقا للأمم المتحدة أصبح سكان غزة يمثلون الآن أكثر من 80% من جميع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي، مما يمثل أزمة إنسانية لا مثيل لها في قطاع غزة وسط استمرار القصف والحصار الإسرائيلي. منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيجريد كاغ قالت إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا، والتي اتهمت إسرائيل عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. جاءت تصريحات منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة، حيث أوضحت سيجريد كاغ المنسقة التي عينت مؤخرا أنه لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة للأونروا ومعرفتها بسكان غزة. وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالحها، وقالت إن الوكالة سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان، بينما أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل الوكالة. وفي بيان لمجلس الأمن الدولي أبدى المجلس قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة. أعلنت حركة حماس أنها تدرس مقترحا تم طرحه في باريس بهدف وقف إطلاق النار، وقف الحرب في قطاع غزة مع إسرائيل، وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، مشيرة إلى أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين. في ظل التصعيد المتواصل في الأراضي المحتلة وتحت وطأة المخاوف من توسع دائرة الصراع، أعلنت مصادر مطلعة على مفاوضات باريس أنه تم التواصل لاتفاق جديد بشأن الخطوط العريضة حول إطلاق سراح المحتجزين واحتمال وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة. وعلى مدار يومين أبدى المفاوضون في باريس تفاؤلا حذرا نحو المضي قدما في الإطار الأساسي للاتفاق الذي تناول عددا من مقترحات الدول المشاركة في المفاوضات، إلا أنهم أبدوا مخاوف بشأن بعض الشروط غير المقبولة من كلا الطرفين المتناحرين. الطرفان المتناحران تعنتا في عدم وجود أرضية مشتركة أو شروط مقبولة لكليهما، حيث أصرت إسرائيل المراوغة على الدوام المضي قدما في عدوانها حتى النصر.
في حين اشترطت حركة حماس ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة علاوة على سحب قواتها البرية من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل المحتجزين والسجناء. الخارجية الأمريكية وصفت المقترحات المطروحة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بالمقنعة للطرفين، كما وصف البيت الأبيض المحادثات الجارية على قدم وساق بأنها بناءة. ووفق تقارير مطلعة فإن المرحلة الأولى من صفقة المحتجزين تضم الإفراج عن محتجزين من المدنيين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد مضاعف من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها خلال فترة توقف عن إطلاق النار تستمر لعدة أسابيع. وبحسب تقديرات دولية فإن إسرائيل تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني مقابل 136 أسيرا إسرائيليا تحتجزهم حماس في غزة. الفلسطينيون الذين تنفسوا الصعداء خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تمت في نوفمبر الماضي برعاية مصرية قطرية ينتظرون بريق أمل في التواصل لوقف إطلاق نار شامل ودائم وليس هدنة مؤقتة. وينضم إلينا الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. دكتور أحمد، الحديث ما زال دائرا عن مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويعني رغم أن حماس تقول أنه اقتربت ساعة الاتفاق وشروطها الأساسية هو الإفراج عن كل الأسرى والمحتجزين والخروج الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتقول أو تصرح أن المفاوضات في مرحلة متقدمة، إلا أن إسرائيل تنفي ذلك تماما. كيف ترى هذا التناقض في التصريحات؟ الطرفان ما زال يعني لم يكونا كلمتهما الأخيرة. الوسطاء الآن في ذروة النشاط، ذروة الاتصالات، لأنه واضح أنه الاتفاق المطروح على الأقل كما طرح في الصحافة الأجنبية أعتقد أنه يشكل أو يعكس فروق وجهة نظر وأيضا أهداف كل طرف من هذا الاتفاق. حماس تريد أن يكون هذا الاتفاق حتى تستطيع أن تروجه على الأقل لأمام الشعب الفلسطيني، تريد أن يكون هناك تبييض أو إخراج كل الأسرى الفلسطينيين وكذلك إخراج قوات الاحتلال من قطاع غزة، وكذلك أن يكون هناك أفق سياسي. على العكس من ذلك إسرائيل لا تريد أن تتفاوض مع حماس على فكرة وقف إطلاق النار، لأنه هذا عملية هزيمة لهذه الحكومة الإسرائيلية، وكذلك هي لا تريد أن تخرج من قطاع غزة، هي تريد أن تحتله. لهذا السبب أنا برأيي أنه الآن الكرة في ملعب الوسطاء، وقدرتهم على الضغوط، قدرتهم على الإرضاء، قدرتهم على المناورة، قدرتهم على تقريب وجهات النظر، لأنه مواقف الطرفان، مواقف الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تقريبا معروفة. أكثر من ذلك ليس هناك ثقة، يعني ليس هناك ثقة بين الطرفين على الإطلاق. كل طرف يعتقد انه وهذا حقيقي، لانه اسرائيل عمليه لا تحترم اي شيء ولا تحترم اي اتفاق. لهذا السبب حركه حماس تطالب او المقاومه تطالب بضمانات دوليه ملموسه حقيقيه لا يمكن الرجوع عنها في اي اتفاق. نعم، طيب كيف يعني العدوان الاسرائيلي ما زال مستمرا وما زال الضحايا كل يوم بالمئات سواء الشهداء او المصابين، والخناق يزيد يوما بعد يوم على القطاع. آخر التطورات هو منع المساعدات من قبل بعض الدول لمؤسسة الأونروا. يعني المسارين متناقضين، من أين يعني كيف يكون هذا التضييق المستمر وفي نفس الوقت هناك مسار للمفاوضات؟ أليس من الضروري على الأقل إيقاف العدوان أو تثبيته على ما هو عليه إذا كانت هناك نية للوصول إلى اتفاق؟ إسرائيل عمليا تقوم بعملية ضغط مزدوجة على المقاومة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جهة هي تشدد من الضغط العسكري من هذا التوحش المجرم في قتل الناس وتدمير القطاع تماما بشكل هائل. والمسألة الثانية، الضغط الثاني هو ضغط المساعدات. عملية إسرائيل أولا تهمش أو تغيب
دور الأونروا أولا، ثانيا تتحكم بتدفق المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي تقل على فكرة، تقل جدا. والمشكلة هنا أنه العالم الغربي، يسمى العالم الغربي، أنه لا يطالب وقف إطلاق النار من جهة، ولا يطالب ولا يضغط أصلا من أجل زيادة المساعدات، وبالتالي هناك ضغط مزدوج مذهل من جهة الضغط العسكري ومن جهة تقليل المساعدات، هذا كله من أجل تركيع المقاومة، من أجل أن تدخل يعني أن توقع على اتفاق حتى لو كان مذلا أو مهينا أو لا يمكن تسويقه للشعب الفلسطيني. لهذا السبب إسرائيل ترى، وهذا الجنون على فكرة، ترى أنه فكرة الضغط العسكري والضغط الإنساني هذا ضروري جدا من أجل الذهاب إلى اتفاق بالشروط الإسرائيلية. وهذا ما تفعله إسرائيل، مش بس ما تفعله إسرائيل، وهناك أطراف أخرى تقبل هذا الظروف، وتقبل هذه الظروف التي تفرضها إسرائيل من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. نعم. طيب، فكرة وقف إطلاق النار إلى أي مدى تراها ممكنة الآن في ظل التطورات الحالية؟ أنا أعتقد أنه هنا يعني سيدتي هذا سؤالي جدا مهم. برأيي أنه حركة المقاومة تقول أنها تريد وقف إطلاق النار دائم، ممكن جدا أنه الوسطاء يتغلبوا على فكرة الهدنة وقف إطلاق النار دائم، بمعنى أنه هدنة دائمة تسميها بدل إسرائيل ما توقف الحرب تقول وقفنا الحرب، تقول هي هدنة دائمة أو مستدامة. وهذا أيضا يرضي، ممكن يرضي حركة المقاومة الإسلامية أنه تقول أنه نعم هي هدنة مستدامة، يعني وقف إطلاق النار. ممكن الوصول لصياغات، انت تعرفين من المفاوضين عندهم ايضا قدره على التعامل، خاصه انه الاخوه المصريين والاخوه القطريين والامريكيين عندهم تجارب، عندهم تجارب اصلا، تجارب في التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وانت تعرفين هذه المفاوضات صعبه جدا لانه لا احد يثق باحد، وفي مراره شديده وفي جرح شديد وكبير. بالتالي ممكن جدا يعني القفز على فكره انه هل الوقف اطلاق دائم ولا هدنة مستدامة، ممكن جدا أن يكون في هناك مخرج لهذا الأمر. وحماس قالت أنها منفتحة على مناقشة كل الأفكار على أساس وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار ممكن جدا التوصل إليه بشكل أو بآخر، رغم أنه طبعا مرة أخرى وقف إطلاق النار لإسرائيل معناه سقوط هذه الحكومة، وهذه الحكومة بعض أطرافها الآن يهدد إنه إذا كان هناك وقف إطلاق نار دائم سيفتك هذه الحكومة. لذلك حقيقة التفاوض مرة أخرى صعب، ولابد من هنا من تدخل وضغوط إلى الوسطاء بشكل كبير جدا، وأعني بذلك مش بس المصريين والقطريين، لا أيضا أمريكا التي يجب أن تدخل بكامل ثقلها للضغط على إسرائيل. نعم. طيب، بالنسبة لإيقاف المساعدات لمنظمة الأونروا من قبل بعض الدول، هل هناك أي إجراء أو رد فعل دولي يمكن اتخاذه تجاه هذه الدول؟ لأن أعتقد أن فكرة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني هي نوعا ما كانت فكرة ملزمة لكثير من الدول أن تساهم في تمويل الأونروا. إلى أي مدى يمكن للقانون الدولي أن يتدخل في مسألة إيقاف المساعدات؟ مشان أكون واضح وصريح ومختصر أيضا سيدتي، القانون الدولي لا يقوم بدور هنا، لأنه التبرع لهذه المنظمة تبرع يعني ذاتي فردي، وبالتالي والمسألة مرتبطة بالدول، يعني مش بالقانون، يعني هذا أولا. ثانيا وهذا الأهم، أنه إذا إسرائيل تعمل على خنق الشعب الفلسطيني، لأنه الأونروا هي المنظمة الوحيدة تقريبا التي تقوم بتلقي المساعدات من العالم، من دول العالم، وتوزيعها على الفلسطينيين في كل أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في لبنان، في سوريا، في الأردن، وهكذا. عمليا تهميش أو تغييب أو تجفيف تمويل هذه المنظمة، عمليا هذا خطاب جماعي للفلسطينيين. هذه خطة مبيتة من أجل تصفية هذه المنظمة، من أجل إسرائيل تفتح الباب، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، من أجل ترحيل الفلسطينيين، من أجل القضاء على فكرة العودة، ومن أجل خنق الفلسطينيين وإرتاعهم. وهذا أيضا يضغط على كل الشعب الفلسطيني، مش بس على حماس، وعلى السلطة الفلسطينية. وبالتالي عمليا نحن أمام حرب حقيقية جديدة على
حياه الفلسطينيين ومستقبلهم ايضا. لهذا السبب باختصار انا بعتقد انه اخوتنا واشقائنا العرب هم اللي مدعوين انهم يردوا على هذا الامر، بمعنى انه ما يسمحوا للغرب المستعمر انه يصفي هذه المنظمه، لانه اذا صفوا هذه المنظمه فانه سيكون التصفيه للصليب الاحمر ولمنظمه الصحه العالميه ولبرنامج التنميه العالمي ومع مفاوضات اللاجئين. لا يعني يمكن هناك ان يكون تصفيه للامم المتحده نفسها. لهذا السبب انا بعتقد انه اخوتنا واشقائنا العرب مدعوين الان، دائما مدعوين حقيقه للتدخل، لانه احنا كفلسطينيين لا نستطيع ان نتحرك ولا نستطيع ان نتقوى دون هذا الفضاء العربي والحاضره العربيه الكبيره. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبليه. في ظل أزمة المياه المتفاقمة التي خلفها الاحتلال بعد أن ضرب البنية التحتية لقطاع غزة كلها، حفر الفلسطينيون في مخيم جباليا الأرض والأرصفة للعثور على أنابيب المياه التي دفنت تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي. من رحم المعاناة يولد الصمود في وجه الأزمات. هذه إحدى الرسائل التي حملتها الحرب الشنعاء في طياتها للعالم أجمع، رسالة وجهها الفلسطينيون في ظل أزمة المياه المتفاقمة التي خلفها الاحتلال بعد أن ضرب البنية التحتية لقطاع غزة كلها، حتى يدفع الفلسطينيين نحو اليأس من استمرار الحياة فوق أرضهم. للطبيخ منسخنها منغليها على النار، طبعا فيش غاز عندنا وبتجي ضعيفة، مخدرنا وسخة وهي اطفالنا كلهم ملتهبين وحالة على الله، اسنانهم متكف تحت امك، تحت امك اسنانهم متكف من المية الوسخة تجي فيها رم زي ما انت شايف، نغطس نفخر نفخر عشان نجيب المية، تمام؟ نسبة الملوحة عالية كثير عندنا هنا. النازحون في مخيم جباليا حفروا الأرض وشقوا الطرقات بحثا عن المياه في المواسير التحتية بعد أن يأسوا من أن تصلهم المياه عبر الأنابيب التي طمرتها أنقاض المنازل المدمرة. المية لا تصلح للشرب ولا تصلح للحياة، هذه عدم معدومة، وهي العالم كله شايف. ليش بتغاضى عنا؟ ليش بتغاضى عنا؟ إحنا مش بشر؟ لما بنت تلبس ولا كلب كل العالم بتثور عليه، واحنا بني ادمين بشر بنتقتل بالالاف، ما حدش. وين العالم؟ وين العروبه؟ وين الاسلام؟ وين الدين؟ وين الانسانيه؟ الفلسطينيون وان نفضوا ايديهم من صحوه الانسانيه لم ينفضوا ايديهم من رحمه الله، فشقوا الصخور للوصول لمياه تروي ظمأ الألم من تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات الأممية من أزمة العطش في قطاع غزة. فبنغلي الماء البلدية علشان نسقي منها أطفالنا، لأن أغلب الأطفال الآن عندنا مرضى في قطاع غزة بسبب المياه الملوثة وبسبب المجاري اللي اليهود طبعا بسبب قصفها للشوارع وللبيوت. طبعا لا في مصارف عندنا ولا في مياه صالحة للشرب. هنا على أرض فلسطين فقط، ورغم الشح الفادح للمياه في صالحة للشرب، تجد أطفالاً لا يكترثون لصوت الآلة العسكرية، يلهون في الطرقات التي تشبعت بدماء الشهداء، يحاولون الحصول على شربة ماء. وتجد عجوزاً كهلاً رغم الطقس القارس يأبى أن يترك أرضه، وأمهات رغم قسوة الحياة يتحايلن عليها وعلى الأوضاع لتختلط دموعهن بماء الوضوء. شهد اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته 55 إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تخطى عدد الزائرين 374,000 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبوابه للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن أكثر من 1,638,000 زائر. لليوم السادس على التوالي يستمر إقبال المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لمتابعة فعالياته وآخر إصدارات الكتب، ومنها جناح دولة النرويج والتي تشارك بأحدث الإصدارات الثقافية. معرض روعة يعني بتنظيم وبهالفعالية يعني منظمة بشكل ممتاز، ونحن المركز الوطني النرويجي مشارك يعني ببرنامج حافل بيبتدي من بكرة لحد 5 شهر. عنا قراءات بالنرويجي والعربي، عنا مثل ما لكم شايفين قراءات وندوات
يحوي الجناح العديد من الفعاليات الفنية وندوات ثقافية. سعدت للغاية بحضور المعرض الدولي للكتاب هذا العام، فقد جئت هذا العام للحديث عن الليبرالية الحديثة وهي الرأسمالية الجديدة والتي تؤثر على المجتمع وعلى حياتنا بشكل عام. تجربة جديدة ومختلفة، بالذات اني مش من النوع اللي بيحب يسافر كتير، فان اسافر واحضر واتعرف على ثقافات مختلفة دي حاجة جديدة وجميلة بالنسبة لي. وبرضه يعني هم بيتعبوا وبيحاولوا يوصلوا اللي عايزينه بطريقة مبسطة، تمام، حتى سمعتهم بيحاولوا بيتكلموا عربي، هم نفسهم النرويجيين ذات نفسهم، فدي حاجة جميلة جدا واستفدت واتكلمت حتى معاهم بالانجليزي شوية وطريقتهم جميلة جدا في التعامل، فيعني كانت تجربة جميلة صراحة. المعرض به الكثير من المبادرات الجاذبة للقراء، ومنها المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني للعام الثاني على التوالي تحت عنوان الثقافة والفن للجميع، والتي تتيح الكتاب المخفض بأسعار من جنيه إلى 20 جنيه، إضافة إلى الأسعار المخفضة لإصدارات قطاعات الوزارة وعدد من دور النشر الخاصة. منذر أبو دوح، النيل الأخبار. افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بمشاركة 33 عارض وبحضور محافظ الفيوم وسفراء دول المغرب والصين والهند وبيرو والسودان وممثلين وعارضين من محافظات أسوان والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ومطروح. بمشاركة 33 عارضاً تنظم محافظة الجيزة معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية. واحنا الهدف من هذه المعارض ان احنا اولا طبعا وبعض السفارات بتشارك معانا وبعض الدول الاخرى بتشارك معانا، الهدف من هذه المعارض ان احنا بنطلع على ثقافات بعض، والاول بنشجع هذه الحرف وهذه المهن اليدوية انها تستمر ولا تندثر، وان يبقى في تطوير ليها. ويمكن حضرتكم احنا شفنا مدى تميز هذه المنتجات اللي موجوده في المعرض، ويعني ده زي ما قلنا قبل كده يمكن محافظه الجيزه ده المعرض الثاني، لكن احنا اقمنا كثير من المعارض في كافه الانديه والسفارات في المحافظه، ده يمكن المعرض ال 31، واحنا مستمرين في اقامه هذه المعارض. المعرض يشمل هذه الفترة منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة. طبعا اليوم نحن شاركنا في معرض التراث والحرف اليدوية في معرض الجيزة الموسم الثاني. أنا شاركت في الإكسسوارات اليمنية اللي أنا بصنعها وبمثلها. احنا قدام مبسوطين انه في دول مشاركه معنا، والمعرض هذا بشراكه مع دوله مصر، الدوله الثانيه لنا او دولتنا الام مكرر بان احنا ساكنين فيها. المنتجات اللي موجوده في المعرض معنا البخور اليمني، العطور، المشغولات اليدوية، الملابس. يأتي المعرض في ضوء اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمع المحلي. شغلي قائم على صناعة العطور والبخور ومنتجات التجميل الطبيعية. احنا رابطة المرأة الفلسطينية مقرنا في شارع رمسيس، بنقدم المطرزات الفلسطينية اللي احنا حريصين على ان احنا بتبرز الهوية الفلسطينية للمرأة، عبارة عن شيلان وكوشن و ومفارش وشنط وصناديق، كلها من مستوحاة من البيئة بتاعت فلسطين. المعرض يشارك فيه ممثلون عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند، وعارضون من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية والمنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة. ولاء الحديني، النيل الأخبار. وفقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تواصل المراكز الطبية بمحافظات مصر الاكتشاف المبكر لأورام الرئة والبروستاتا والقولون وسرطان عنق الرحم، وذلك لتقديم الخدمات والتشخيصات العلاجية بالمجان على مدار الساعة. الفم
المواطن تم تقديم لهم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة لتخفيف العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة. مراكز طب الأسرة بمحافظات مصر كافة تعمل على مدار الساعة لفحص المواطنين وفقا للمبادرة الرئاسية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم بالمجان. أي مواطن عنده المشاكل دي بتبان في الاستبيان الصحي اللي بيتعمل عن طريق السيستم اللي موجود، وبعد كده بيتحدد له المكان اللي هيتحول عليه علشان ياخد الخدمة المميزة فيما بعد، يعني يا إما يعني في فحوصات وبعد كده ولو في احتاج عملية موجود أي تدخل طبي جراحي يلزمه بيتعمل له كل الكلام ده كله مجانا. بناخد الهيستوري بتاعه الفاميلي هيستوري واللي هو برضو وزنه وطوله، ونشوف لو عنده أمراض قبل كده مزمنة أو لا، عنده أمراض في العيلة أو كده. بعد كده بنتابعه دايما ونكشف عليه. احتاج مثلا مبادرة زي مبادرة الأورام بندخله على السيستم ان هو يعمل مبادرة الأورام. مبادرة الأورام دي بتبقى عبارة عن أسئلة معينة كده بنكتشف منها ان الشخص ده محتاج متابعة دورية او لا، او محتاج ان هو يتحول لمستشفى. عندنا برضو من خلال طب الأسرة ده لو المريض عنده أسرة كأطفال ذكور او إناث بندخلهم برضو في الملف. كما يتم خلال المبادرة الرئاسية تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية للمواطنين للاكتشاف المبكر للأورام وتقديم الأدوية اللازمة لهم على مدار الساعة. نوعي المواطن اللي جاي يصرف العلاج عن المبادرات الموجودة عندنا في المركز، ومن أهمها برضو مبادرة التدخين، الأورام اللي بتيجي نتيجة التدخين سواء كان التدخين الإيجابي أو التدخين السلبي. زي مبادرة فحص الثدي بنقول لهم إن هم يتجنبوا الأكل اللي هو زي الدهون وكده، ويأكلوا حاجات خضروات، يمارسوا الرياضة بجانب الحاجات دي كلها علشان يتجنبوا الأمراض بقدر الإمكان. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. عمل لي بطاقة كارت متابعة كويس، وبدأت أنا أشوف العيادة لا منظمة ومنسقة وناس تعاملهم رائق، وزاد إن فيش تكلفة برضه. كشفت أطفال وكنت بعمل تحليل بول، وبنصرف علاج من هنا واللبن. خدمات تشخيصية وعلاجية تقدم للمواطنين بمراكز طب الأسرة على مدار الساعة من خلال المبادرة الرئاسية أو ملفات طب الأسرة لتوفير خدمة علاجية تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، النيل الأخبار. كشفت وزارة السياحة المصرية عن افتتاح أو إعادة تشغيل 14209 غرفة فندقية جديدة لتضاف إلى الطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023. وذكرت الوزارة في بيان لها أن إضافة الغرف الجديدة تم من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل، وأن نسبة النمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220 ألف غرفة حتى ديسمبر 2023. معنا عبر الهاتف الأستاذة إيمان الليثي خبيرة عبر سكايب الأستاذة إيمان الليثي خبيرة التسويق السياحي. صباح الخير أستاذة إيمان. أستاذة إيمان حضرتك سمعاني؟ هو واضح إن في مشكلة في التواصل. أستاذة إيمان صباح الخير. أستاذة إيمان صباح الخير يا فندم، حضرتك سمعاني؟ يعني هو واضح إن في مشكلة في التواصل. بنستكمل أخبرنا إلى حين يعني التواصل مرة أخرى مع الأستاذة إيمان الليثي. بمناسبة عيد الشرطة 72 وتحت عنوان فدا مصر، تنظم وزارة الداخلية معرض المعدات والتكنولوجيا المستحدثة في قطاعاتها المختلفة بمقر أكاديمية الشرطة بحضور كافة فئات المجتمع، وتم تقديم العديد من العروض في حضور شخصيات عامة وإعلاميين وطلاب جامعات وممثلي الأزهر والكنيسة. جاهزين احنا على استعداد.
واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة 72، حيث نظمت معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، والذي شهد مشاركة واسعة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري، من منطلق أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، وهو فرصة لإظهار المجتمع تقديره للشرطة وجهودها الأمنية. احنا النص، احنا النص، احنا النصر، وعشنا رجال وولاد نصر، وولاد نصر عاشوا يضحوا عشان أجيال. قول كل سنة واحنا طيبين، وربنا يعيد الاحتفالات على مصر بكل خير وسلام ورفاهية. داخلية اليوم تجمع كل طوائف الشعب تحت مسمى واحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو محبة الأوطان. إحنا بنشكر الوزارة على جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجاهزية أفراد الشرطة كل وقت على مدى 24 ساعة. بسعد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية لحتى نرى الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية. شاركت في الاحتفالية فرق موسيقات الشرطة بمعزوفاتها الوطنية، كما تم تقديم عروضا متنوعة للخيالة التي أظهرت مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد. وقدمت الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بعضا من البيانات العملية لمشاركاتها في المداهمات الأمنية. أشكرهم على المجهود الكبير اللي عاملينه لأمن واستقرار مصر. كان يوم حلو قوي النهارده، وانا اتبسطت قوي قوي. انا بحب مصر وبحب الشرطه عشان هما بيحمونا، والنهارده لما شفت الضابطات اتمنيت لما اكبر ابقى زيهم عشان احمي البلد. احنا النصر، احنا النصر، احنا النصر، وعشنا رجال وولاد نصر، وولاد نصر عاشوا يضحوا عشان اجيال، وعشان مصر، وعشان مصر كل حياتنا كفاح ورضا. شارك في المعرض كافة قطاعات وزارة الداخلية بمعداتها وأدواتها الحديثة المستخدمة في أداء المهام الأمنية المتنوعة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على مواكبة التطورات الأمنية المعاصرة في كافة مجالات العمل الأمني. مبسوطة النهاردة إن أنا جيت وشفت المعدات والأجهزة اللي الشرطة بيستخدموها. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود هنا. كل سنة وطيب، رئيس الجمهورية فتح فيكي، أنا بحبك، تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة كانت حاضرة في المعرض، والتي تؤكد على مدى التطور في الخدمات الجماهيرية، وكانت فرصة لبعض الحضور لاستخراج بطاقات الرقم القومي. لقيت عربية الأحوال المدنية المتنقلة، فعملت البطاقة في ثلث ساعة واستلمتها. شفنا تطوير يعني كبير جدا في الأحوال المدنية، وفي كل حاجة الشرطة بتحاول إن هي توصل لنا كل الخدمات بطريقة سهلة. تشهد وزارة الداخلية تطور ملحوظ في كافة خدماتها في قطاع المرور، في الأحوال الشخصية، وفي تعاون دايماً كل هدفه هو خدمة الشعب المصري الحبيب. ده طبعاً بيحقق معانا الولاء والانتماء للوطن، إن هم بيعرفوا قد إيه الشرطة حريصة على حمايتهم. المعدات تحفة، التطور جميل، التنظيم عالي جداً. شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المعرض بمنتجاتها المتنوعة، كما تم عرض منتجات قطاع الحماية المجتمعية، وهي نتاج جهود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي أنا شايفاه النهاردة ده يدل على التطور والتقدم في التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لوزارة الداخلية. أوجه كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الاحتفال 72 لعيد الشرطة، بكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر طيبة وبخير. احنا النهاردة لمسنا بإيدينا وجود رجل شرطي عصري يليق بالجمهورية الجديدة. بشكر وزارة الداخلية على الأمن والأمان اللي بيقدموه لينا، وإنهم موجودين في كل حتة. أوجه رسالة شكر للسيادة الرئيس ووزارة الداخلية اللي هم محافظين على الأمن والأمان بتاع الدولة، واللي هو كل يوم ويوم تطور مستمر. تسابق الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، وكذا الآلات والمعدات لتسجيل هذه اللحظة المهمة من مشاركتهم الشرطة بعيدها، مقدمين التهنئة لهم والإشادة بالتضحيات وبما تحقق من أمن واستقرار. وعشان مصر، وعشان مصر كل حياتنا كفاح ورضا، بنلوم صفر الهند جبال. احنا النصر، احنا النصر، احنا النصر، وعشنا رجال وولاد مصر. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. شكرا لكم، شكرا حماة الوطن. فخور ان انا والدي الله يرحمه كان احد رجال الشرطة. قد ايه يعني الواحد وهو قاعد بيحس بالاطمئنان، وان هو عايش في امان واستقرار اكتر. انا مبسوط النهاردة عشان
العروض اللي انا شفتها النهارده، خاصه عرض الخياله وعرض الكلاب. النهارده شفت حاجات كتيره حلوه وجميله وتطوير جميل. انا مبسوطه قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة هو تأكيد على المشاركة المجتمعية في عيد الشرطة وفرصة لإظهار مدى التطور الذي تشهده كافة قطاعات وزارة الداخلية لتقديم خدمة أمنية وجماهيرية أفضل للمواطنين. كل سنة وعشرة مصر طيبة. كل سنة وانتم طيبين. يا مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الشرطة من خلال معرض عيد الشرطة الذي أقامته وزارة الداخلية، والذي تهدف من ورائه إلى استعراض كافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في أداء المهام المكلة إليها بكل كفاءة وفاعلية. فالشرطة المصرية لديها من القوة للتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون، وهو ما تحرص عليه الوزارة وتستعرضه هنا في معرض عيد الشرطة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وأهلا بكم مرة تانية، ونعود مرة أخرى للأستاذة إيمان الليثي خبيرة التسويق السياحي، والخبر اللي اتكلمنا عنه من دقائق عن زيادة الطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر اللي كشفت عنها وزارة السياحة المصرية. أستاذة إيمان صباح الخير، و في رأيك إيه أهم الأسباب اللي أدت إلى هذه الطفرة السياحية اللي أعلنت عنها وزارة السياحة؟ صباح الخير وصباح عظيم إن شاء الله على بلدنا الجميلة مصر. طبعا في أسباب مهمة جدا وإيجابية. أولا تزايد عدد السياح على هذا الديستنيشن على مصر طبعا بصورة كبيرة. اثنين يعني قائمين على العمل هنا بالنسبة لوزارة السياحة والآثار، وحقيقي كل التيم ورك اللي بيشتغل لهذا المجال هو عايز يعني يحسن هذا القطاع. القطاع ده مهم جدا وحقيقي قطاع واعد، وان هو برضه احنا يعني ده موزع دخل قومي كبير جدا لمصر حقيقي. فطبعا احنا محتاجين اعداد كبيره جدا من الغرف السياحيه والفنادق الجديده. ده مهم. فان احنا يعني نعلن او تعلن الوزاره عن اعاده تشغيل 1409 غرفه فندقيه جديده علشان تضيف للطاقه الاستيعابيه الموجوده في مصر خلال فترة من ديسمبر 22 23، ده شيء عظيم جدا جدا. نعم. طيب يعني الخطة التسويق اللي حضرتك شايفاها بتتم الآن من وزارة السياحة، إيه أهم مميزاتها؟ مميزاتها إنها يعني بتشتغل على قدم وساق. هم مهتمين جدا جدا بالأمر حقيقي. أولا هم يعني بيضيفوا منشآت فندقية جديدة، بيفتحوا منشآت مغلقة، بيعملوا توسعات موجودة في بعض الفنادق، بيشجعوا دوت وبيسهلوا عليهم دوت. ده شيء كويس جدا. أنا شايفة إن ده يعني يعتبر تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر، إنها وصلت ل 7% عشان توصل لإجمالي طاقة فندقية 220,044 غرفة في ديسمبر 2023. ده يعتبر يعني إنجاز ما حصلش قبل كده يعني. انا بشكرك استاذه ايمان الليثي خبيره التسويق السياحي. دي كانت موضوعاتنا وتقاريرنا اللي ابتدينا بيها معاكم يومنا النهارده في هذا الصباح. فاصل قصير من بعد موجز اخبار الساعه والزميل احمد عتابي، ثم تبدا حواراتنا في هذا الصباح. خليكم معنا.